أربع شراشيب. رجعنا لكم مرة تانية. أي حد عنده سؤال استفسار أي حاجة يحب يعرفها أرجوكم ابعتوا لنا على صفحتنا على الفيسبوك أربعة شارع شريف. اللي يحب يتواصل معايا أهلا وسهلا بيه من خلال الإنستجرام شريف مذكور تي في. النهاردة عندنا أكل مكسيكي. أنا شخصيا بحب الأكل المكسيكي أو بقدره. والفاهيتا ليها طريقة كده في الأكل هنعرفها برضو النهاردة. عارف بقى منى هتتوافق معايا بالطريقة اللي هنوريها لكم ولا لأ؟ بس مش هنتخانق اكيد انا وهيها. ازيك يا منى؟ ازيك يا شريف؟ الاخبار كله كويس يا شريف؟ احكي لي كده سفرتك فيها ايه النهارده. بس يا سيدي هنعمل عيش التورتياز الاول. نوري الناس ازاي بتعمل. هو ده وهنعمل تشيكن فايتس وهنعمل الصوص ده اسمه صلصة روخة. وهنعمل جنبيه تورتياز مقرمشه عشان تتغمس بيه. وبعدين هنعمل السلطه الجميله دي اسمها بيكو دي جايو. وبعدين هنستخدم التورتياز دي والصوص ده فان احنا نعمل دول اسمهم انشيلادس. اليوم حشوه وجنبهم سلطايه كده حلوه بالافوكادو. مش ممكن جمال الاكل. مش ممكن يعني. مليان الوان صح. وحلو طعمه حلو. طب يلا يلا بينا نبدا. اول حاجه عايزه ابدا للعيش. العيش مقاديره كوبايتين دقيق، معلقه صغيره ملح، معلقه صغيره بيكنج باودر، تلت كوبايه زيت ذره، كوبايه ميه دافيه. تمام. عايزه اقول مقادير برضو الصوص اللي هو الصلصه اللي هتعمليه دلوقتي. بصلايه كبيره وفصين ثوم وخمس طماطمات، قرنين فلفل حامي، معلقتين كبار زيت زيتون وملح وفلفل. اوكي هبدا بالعيش. اول حاجه عندي هنا عجان، بس ممكن طبعا اللي عايز يعجن على ايده، وافضل كده انما انا مستعجله فعشان كده هستعمل عجان. طب اوقفه عشان ما يعيش صوت. هنحط الدقيق، وزي ما قلت قبل كده كذا مره ان احنا لما بنحط اي سوائل واحنا بنعجن عجينه اساسها الدقيق، ما نحطش الميه كلها مره واحده، نحطها على مراحل عشان مش كل دقيق زي التاني. تمام كده. انا حطيت دقيق وحطيت معلقه البيكنج باودر وحطيت كميه الزيت اللي هي تلت كوبايه، وهحط الملح ذره ملح كده، وهشغل العجان وهو شغال هبدا ازود في الميه. هو سهل قوي، ممكن تعمل بالايد يعني. انت بتعرفي ان المايه كده كفايه؟ نعم. انت بتقولي ان المايه كده كفايه لما يلم اول ما يعمل كوره اعرف ان هو كده خلاص. هوقف بس اساعد العجان شويه. عندي تقليبه كده هنعمل عيش التورتيه. كده هنعمل عيش التورتيه. واو. ننزل تاني. يقولك بقى فيه في دلوقتي هنفضل ناجي لغايه ما يلم، هيعمل كوره هنعرف ان هو كده خلص. ماشي. وبعدين هنقسمه 16 حته وحواليك بقى هنعمل بيهم ايه. او بص ايه بقى كوره بقى كوره خلاص هنا كده يا استاذ جوهري. هو مش هيجي من جوه. عمرو هيجي جوه. طيب نوقف العجان ونوري الناس الكوره اللي اتعملت. هي مش باينه اصلا، حتى ما جاب البتاع مش باينه عشان تحت. طيب بيقولك بقى في جزيره اسمها كانكون في المكسيك فظيعه. رهيبه بيقولوا. ممكن بقى توقف كده بقى. خليه كده ثانيه واحده. ايوه بقى كوره. ماشي. تعجني تاني لسه؟ لا هو اتعجن بقى. انت معاكي هنا؟ مرتاح اهو. ماشي. شايف العجينه اهي؟ علشان نعمله بقى ايه؟ هنقسمه. انا قلت كده مش عايزه الجهاز ده. ممكن تاخده تنزله تحت. ابقى شاكره ليك جدا. هنقسمه بقى ايه؟ 16 حته هنعملهم كور كده اهو. تمام؟ وبعدين هنسيبه مرتاح على الاقل ربع ساعه، بس مش وقت كبير، هو ربع ساعه بس يعني. هو ما فيهوش خميره، مش مستنيينه يخمر، احنا عايزين بس العجين يرتاح. وبعدين هنروح فردين دقيق كده. انا طبعا ايديا نظيفه وضوافري مقصوصه. فردين دقيق على الرخامه بتاعتنا وحاطين الكور كده اهو. تمام. وبعدين جايبين النشابه وحاطين عليها شويه دقيق وايه فردين. بنفرد ازاي؟ بنبدا من النص ونروح ناحيه الجناب، وبعد كده نروح محركينها عشان نتاكد انها مش لازقه، وندي في النص فوق وتحت. لقيت انها ابتدت تلزق هزود شويه دقيق تاني، مفيش اي مشكله. فوق وتحت والفها. طبعا انت عارف في المكسيك عندهم حاجه اسمها تورتيا بريس. عندهم مكنه كده، جهاز سهل قوي، عباره عن حاجتين كده خشب يحطوا في وسطها الكوره ويقفلوا عليها يضغطوها فتطلع ايه بالشكل ده. جاهزه على طول، بس احنا ما عندناش فهنعمل كده بس. وبقت رفيعه اهي وجميله. ونسيبها ترتاح؟ لا مش نسيبها ترتاح. هنا بقى جايبين طاسه مسخنينها كويس قوي. ماشي. هنروح جايبين العيش كده. نبص بس عشان انا هنزله ازاي. بص يا استاذ جوهري، استني اهو. طبعا اديها كده اهي. هتيك. ايوه اهي. ايوه انا مش هنزله مره واحده، هروح منيماها كده شويش. ايوه ليه؟ ودي طاسه سخنه جدا عشان لو سبتها مره واحده هتتكعمش. لازم ايه بالراحه كده. ماشي ماشي. انا هلم الدنيا هنا. هيكون العيش استوى.
اوكي ونرجع نكمل. طب تعملي واحده كمان لو عايزه. ماشي نوري الناس ازاي. واحده كمان اهي الكوره. الطاسه قد ايه في الطاسه؟ ده هي 3 دقايق هتتنفخ دلوقتي وهتبقى خلصت. طب لغايه ما تعملي الثانيه نرش شويه دقيق كمان. مش لازم شكلها يطلع يعني مثالي يعني احنا في البيت. نفردها كده من النص ونروح للطرف. نفرد من النص ونروح للطرف ونروح محركينها نص نروح للطرف النص نروح للطرف بس النص نروح للطرف النص نروح للطرف. اه بص الاولانيه كان شكلها دايره حلوه دي شكلها معوج شويه مفيش اي مشكله خالص. مش عايزه الدقيق ده ولا خلاص؟ لا خلاص مش عايزه الدقيق. اللي بقى ممكن نحضرهم ونحطهم كده على طبق فيه شويه دقيق ونحط الدقيق بينهم بين بعض عشان ايه ما يلزقوش في بعض. اه يعني قولي تاني كده اللي انت قلتيه ده. يعني ممكن احنا بقى نفرد كله مره واحده ونحط بينهم دقيق زي زي الطبق ده كده وشويه دقيق من فوق وشويه دقيق من تحت عشان ما يلزقوش في بعض. اوكي تمام ماشي. تاخد انت الاشياء دي وانا هقلبها. بص بقى ايه اللي حصل هنا. انا هجيب بتاع اقلب بيها ممكن نجيب الطاسه ازاز جوهري لو سمحت. أهي. العجينه ابتدت تبقبق تطلع بقبيق ده علشان البيكنج باودر اللي محطوط فيها. انا هعمل بايدي نقلبها كده ماشي. احنا بقى في حاجتين لو هنسويها في الفرن بعد كده او هنقليها زي ما هنعمل النهارده هنطلعها وهي لونها ايه لسه فاتح كده تمام. لو هناخدها نعمل بيها ساندوتش على طول هنستنى لغايه ما تاخد لون ايه ذهبي وحلو بس انا النهارده لسه هقليها واعمل بيها حاجات فعشان كده هروح رفعها وهي كده على طول. تمام اهي خلاص ما بقتش لونها اصفر بقى لونها ابيض بس لسه ما ايه ما لونتش. هتقليها؟ هقليها بقى عشان نعمل شيبس تبقى مش يعني ممكن تشتغل كده زي ما هي على طول. ممكن نحطها في الفرن. ممكن نحطها في الفرن طبعا بس انا بعمل وصفه تقليديه يعني وصفه تقليديه هم هناك بيقلوها بتتقلي. اه فانا هعمل ايه بقى هروح جايبه مقص واقصها مثلثات مثلثات. تمام ومعايا زيت سخن. النظافه حلوه. النظافه جميله. بحب الدنيا. سلم ايديك. انا بحب كل حاجه تبقى تمام. ايوه اهو وعندي هنا زيت سخن سخنه كويس هروح منزله فيه مثلثات عيش التورتيا. واو ما اسموش تورتيلا اسمه تورتيا علشان اي حاجه قلقل بتتنطق ايه. ممكن احط زيها كده اهو ده ازاي بقى شطور تمام. استاذ شريف بيسمع الكلام حلو قوي. نشيل ده وانا العيش شايف ابتدى يتنفخ بقى ويعمل بابلز زي ما اتفقنا نقلبه كده. واو حلو بشكل وسهل وسهل جدا. عبال بقى ما يتحمر كويس نقول على مقادير الصلصه. احنا قلنا مقادير الصلصه هتبقى عامله ازاي. هنعمل بقى الصلصه ازاي. هنروح جايبين صينيه فرن كده اهو هنروح حاطين فيها الطماطم متقطعه ارباع وهنحط فيها بصل برده متقطع ارباع وحاطين توم زي ما هو كده سليم مش هنعمل فيه اي حاجه وهنحط فلفل حامي طبعا ده كل واحد على حسب تفضيله الشخصي ونروح حاطين عليهم ملح وفلفل تطلع زي دي شويه زيت صغننين هي دي. ايوه هتطلع زي دي شطور. حطها في فرن حامي تحت الشوايه بس يتحمروا كده هيبقى لون معاهم كده اهو تمام. وبعدين هاجي هنا بس اقلي دول كده خلاص اتحمروا بقى لونهم جميل 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 هيبقوا مقرمشين جدا وحلوين خالص خالص. طلعهم بقى على منديل وطبعا زي ما شريف قال ان هو ممكن يتعملوا في الفرن بس ندهنهم يمين وشمال بشويه زيت. اوكي دول بقوا مقرمشين وحلوين. وتعالى بقى تيجي تقلب اللي انت فردتها في الطاسه تقلبها. بص دي اوعى تتلسع شطور جميله تسلم ايدك. ماشي كده بقى دول ايه اتحمروا في الفرن اتحمصوا زي ما قلنا هنروح جايبينهم فاضينهم في طبق وضربينهم بالهاند بلندر اللي تحت. والله فاكر صلصه الطماطم اللي عملناها نفس الطريقه انا غشيتها من المكسيكيين بس الفص التوم زي ما هو وطبعا اللي بيحب الشطه يزود ما احنا هو في فيهم شويه ميه هتطشوا عليا هتبقى كده هتبقى سميكه كده هساعدك شويه اوه خليصه ايوه شكرا جايبه معاك ولا زود شويه مش عايزه ميه خالص جايبه خلي بالك طب اعملهم انا؟ لا خلاص وجههم ناحية هناك مش ناحيتك. ايوه برافو عليك تمام حلو قوي كده ممتاز
ضميره. تسلم والله حلو. اي خدمه. عنده ضمير زياده عن نزوم شريف. كده خلاص ضربه لنا. شايفه استاذ جوهري بقى شكله عامل ازاي؟ تمام. انا عامله شايه من قبل كده، هفضيهم على بعض وايه نتغمسوا بقى بالتشيبس اللي حمصناها دي. هي فيها حاطين شويه شطه، فيعني كل واحد بقى يتحكم في كميه الشطه زي ما هو عايز. مش عايز يحط شطه ما يحطش، بس في المكسيك بقى عندهم انواع كتير قوي من الشطه فبيستخدموها بغزاره. بص شكلها جميل. تسلم ايدك. استوت. هتقليها كمان؟ متستوره خالص. كده خلصنا اول وصفه. يا شيخه. شفت سهله بسيطه ازاي؟ وقت طعمها جميل. ممكن اكل صح؟ كل يوم طبعا. ممكن اكل انا وانت. في الشارع انا في الريستوران. تسلم ايدي. جميل. ايوه شطور. سهله جدا. مفيش اي حاجه. استنى ادوق كده. وريني. سخنه؟ لا مش سخنه بس حاميه شويه. انا دي. لا مش حاجه عارف دي ممنوع اكل حاميه. ممكن احط عليها شويه ملح. ممكن احط شويه ملح. ايوه. نوم نوم. هنعمل ايه دلوقتي؟ دلوقتي ممكن ناخد اغنيه وبعد كده نكمل وصفتين تانيين. هتسمعوني ايه يا اولاد؟ غني لي شويه شويه لام كلثوم. ايوه يلا نسمع جزء من غني لي شويه شويه لام كلثوم طبعا الراحله، ونرجع بعديها فاصل وبعد كده نرجع مع منى. خليكم معانا لو سمحتوا. مزيكا. سلام عليك يا تاكاشي كده وانت تقول 3-2-1. رجعنا لكم مره ثانيه، والاكل المكسيكي اكل حلو قوي. النهارده منى مبدع. ميرسيو. مبدع. ميرسيو. هتعملي ايه بقى دلوقتي؟ هنعمل فايتس. يلا فايته الفراخ. المقادير بتاعتها صدرين فراخ مقطعين شرايح، ومعلقتين كبار زيت ذره، معلقتين كبار عصير ليمون، نص معلقه صغيره زعتر، نص معلقه صغيره كمون، نص معلقه صغيره بابريكا، ونص معلقه صغيره ثوم مفروم، نص كوبايه فلفل ملون مقطع، ونص كوبايه بصل مقطع برده شرايح، وملح وفلفل. دي الفايته نفسها. هنعمل بقى جنبها سلطه طماطم حلوه جدا اسمها بيكو دي جايو، عباره عن كوبايه طماطم مقطعه مكعبات صغيره، ونص كوبايه بصل احمر مقطع مكعبات صغيره، ملح وفلفل، معلقه كبيره عصير ليمون، معلقتين كبار كزبره خضراء مفرومه. تمام. نبدا بالفراخ. الفراخ الفايته علشان نعملها لازم نتبل الفراخ اولا. اوكي. عندنا صدور فراخ متقطعه شرايح، هتبلها بعصير ليمون، واحط عليها كمون. ايه ده كمون؟ كمون. بيستعملوا كمون بشراهه في المكسيك. في المكسيك الكلاسيك تاكو سيزنينج اللي هو المكسيكي عباره عن كمون وزعتر وبابريكا. تمام. انت دلوقتي حطيتي ايه بقى؟ بابريكا والزعتر والكمون هو اللي بقول عليه وهو اللي بحطه. تمام. وده ايه ده؟ وهنحط عليهم الثوم وهنقلبهم مع بعض كده. المفروض ان دول يقعدوا في التتبيله بس مش كتير، لان في عصير ليمون، وعصير ليمون بيساوي الحاجه، فاحنا هنقعدهم يعني من ربع ساعه لساعتين، انما مش اكتر من كده. تمام. قلبناهم مع بعض. عندنا هنا على جنب طاسه سخنه جدا، مهمه جدا واحنا بنعمل فايتس ان احنا نبقى مسخنين الطاسه كويس جدا. ويا سلام يا سلام لو عندنا طاسه مثلا من حديد الزهر ولا حاجه تخينه. دي تخينه عشان تحتفظ بالحراره كويس. وطبعا انت عارف لما تكون في مطعم ولا حاجه وتطلب فايته ويجيبها لك في الطاسه تكون ومعاها خشب سخنه. ايوه على خشب عشان ما تتلسعش. عندي. عندك؟ كنت تجيبها لي اطبخ بيها. والله لو كنت عارف كنت جبتها. سمعت الصوت؟ لازم الصوت ده. ماشي. نحط البصل وبعدين نحط الفراخ. طبعا دي المفروض قاعده التتبيله ما ينفعش نغسلهم بالميه والصابون. طبعا علشان الزيت اللي عليهم ده بيحافظ. طبقه الزيت دي احنا عايزينها. ما انت عارف ان في مصر في الصعيد في الاقصر واسوان بيعملوا طواجن بيحطوا عليها العسل اسود وبعدين يحطوا عليها طبقه زيت ويحرقوه في الفرن عشان يحافظوا على طبقه العسل الاسود. نفس الفكره. حطيت هنا البصل والفراخ. الفراخ طبعا كانت متبله بالثوم فجواها الثوم بتاعها. وحطيت الفلفل الملون، حط عليهم ملح وفلفل وهقلبهم. المفروض بقى انهم يتشوحوا كويس جدا ياخدوا لون ايه غامق. طبعا موضوع اللون الغامق احنا اتكلمنا فيه من شويه. مش صح لمرضى السرطان انهم ياكلوا اي حاجه يكون لونها محروق شويه عشان ده ممكن ان هو يعمل يساعد على انتشار السرطان في الجسم.
هاخد الحاجات دي ورا ونيجي نعمل السلطه. يلا بينا. عايز اقول لكم بقى الفايته ليها طريقه كده معينه في الاكل بعد ما هي تخلص الحاجات هوريكم ازاي. ماشي. بندهن حاجات ونحط يعني جايبه كل حاجه عشان نقعد نلايط براحتنا. ماشي. هحط بقى ايه طماطم متقطعه مكعبات صغيره اصغر حاجه نقدر عليها، ونحط عليها البصل تقطع برده مكعبات صغيره جدا، بصل فريش عشان يكون ايه مقرمش كده ويقرش معانا واحنا بناكله. وهنحط الكزبره الخضراء المفرومه، كزبره كتير، وهنحط عصير ليمون مع الفاهيته بتبقى حلوه قوي السلطه دي، وهنحط عليهم ملح ونقلب. خلصت السلطه شبه الطماطم المخلله شويه صح، بس سلطه جميله جدا اسمها بيكو دي جايو. بيكو ايه؟ بيكو دي جايو. بيكو دي جايو. هعمل لكم سلطه بيكو دي جايو. ايوه. نقلب الفراخ كده وكده وكده، وبعدين بقى هنقدمهم مع ايه؟ مع عيش التورتياز اللي احنا لسه عاملينه. فهنجيب كده اهو. تطفص. طب ليه كده؟ ايه خلي بالك مسؤوليتك دي ولا مسؤوليتي؟ ايوه يا استاذ شريف. لا بغلس على على حماده. يلا. جميل استاذ حماده. اهو جبنا التورتيا اللي عملناها قبل كده. دي بقى علشان ايه؟ هناكلها ساندوتش على طول، فانا ايه حمرتها كويس في الطاسه. تمام؟ فين؟ في الطاسه، مش احنا عملناها في يمين وشمال في الطاسه مسويناها. خليتها بقى شويه. دي ما اتقلتش. ما اتقلتش. لا عملناها في الطاسه وخليتها شويه لغايه ما عملت ايه بقبيق، والبقبيق اتلونت عشان ايه هناكلها كده على طول. هتعمل ايه بقى دلوقتي؟ ماشي. هنجيب الفراخ ونعمل بقى الساندوتش. انت ورينا ازاي هنعمل الساندوتش. هوريكم بقى انا هاكلها ازاي. اه ماشي. بس هستخدم الحاجات دي. استخدم. استخدم. بس الفراخ ما استويتش. بس في فراخ هناك بقى ممكن ناخد منها. ممكن. ماشي. شوكه وسكينه. ورينا بقى يا ولية. ايوه. على فكره انا حاطط حاجه في الفرن واتحرقت، بس مش مشكله. اروح الحق هنا. هات نواه الكاميرات والاشياء. كل حاجه هنا اهو. كل حاجه هنا اهو. ايوه. ده دلوقتي العيش بتاعنا. بنجيب هنا ده ايه؟ تعالي اشرح لنا. بتاع الابيض ده اسمه ايه؟ دي اسمها ساور كريم. ساور كريم. نروح نجيبها. موجوده في السوبر ماركت، ولو مش عارفين نجيبها ممكن نستعمل زبادي نصفيه في الثلاجه شويه. ننزل شويه ميه يعني ونستعمله على طول. اوكي. بنروح حاطين الساور كريم كده خلاص. وبعدين هي عملت لنا سلطه البيكولينو ده. البيكولينو. بنروح جايبين منها شويه حاطينها كده اهي. وبعدين استوت ولا لسه؟ استوت. هاتيها. جيب لك شويه. انت عندي مش عامله افوكادو؟ عامله في الوصفه اللي بعدها. طيب. وبنجيب برده شويه سلطه افوكادو من دي اهي كده. واخدين شويه كده وحاطينها كده اهي. افوكادو من الحاجات الصحيه جدا. ايوه. خلاص ماشي. وبعدين عندنا هنا الفراخ. نروح جايبين الفراخ كده اهي اهي. على فكره نفس الطريقه دي ممكن نعملها بيها اللحمه مش كده؟ لحمه سمك. اوكي. جمبري. هناخد من الحاجات دي اهو اهو اهو. والبصل بتبقى زي الساندوتش كده. أيوة. في بقى طريقتين، يا اما بتتمسك كده، بس انا مش هقدر اكل دلوقتي عشان ممنوع من الاكل ده. بنمسكها كده وناكل كده. وفي طريقه ثانيه صح ان انا بعمله ده كده الصح. ده مش عارفه ايه الطريقه. الطريقه الثانيه ان انا بقفلها، بالذات لو الصغيرين ما بيعرفوش ياكلوها بالطريقه، فبقفلها كده زي الشاورما. اوكي. خلاص كده واروح واكل كده. بس هي الصح بتاعها ان هي بتبقى كده. أيوة. وبتبتدي ناكلها كده صح. ودي كانت طريقة أكل الفاهيتا يا أولاد. شكرا أستاذ شريف على معلوماتك القيمة. ماشي. ماشي. نشيل الحاجات دي ندخل على الوصفة اللي بعدها. يلا. يلا بينا. فايتاز. فايتاز. الوصفة اللي بعدها ألا وهي الانشيلاداز. يلا. تعمل كالآتي. ده مش الورق بتاعي. والله ده ورق إيه؟ حلقة تانية ولا إيه؟ ده ورق حلقة. طب اقري اللي فيه برضه. كشري. كان عامل كشري لو عايزين. ماشي. ماشي. الانشيلادا عندنا التورتيه احنا عملناها خلاص، هنستعملها في الوصفه دي. انت عايزه ده؟ هنحشيها بقى. لا. عايزاها. سوري عايزاها. ماشي. هنحشيها. الحشو بتاعها كوبايتها مفرومه معصجه،
ربع كوبايه بصل مفروم، فص ثوم مفروم، ربع معلقه كمون، وربع معلقه زعتر، ربع معلقه بابريكا نفس اللي استخدمناهم قبل كده، ونص كوبايه الصلصه اللي هي اللي بالطماطم اللي عملناها في الاول خالص، وربع كوبايه فلفل مخلل مفروم. هنعمل سلطه برده جنبيها مكونه من نص كوبايه سلطه الطماطم اللي عملناها المره اللي فاتت اللي هي بيكو دي جايو، وهنحط عليها افوكادو مهروس نص كوبايه، وهنحط عليها معلقه صغيره من عصير ليمون وملح وفلفل. تمام تمام تمام. نبدا كالآتي. دلوقتي احنا عندنا طاسه هنا برده مسخناها كويس قوي، هنحط فيها البصل والثوم. قلت لي كنا عملنا لك اغنيه لا بلا 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 بامبا بس النهارده شرقي. لا ما هو الاكل مكسيكي. فممكن غير فرقه عشان الاكل. لا الفرقه بتاعتنا بتعمل كل حاجه. اوكي. لا 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 خليني بقول لكم ايه يا وائل. الحقوا دي منى مش عارفه امكانياتكم. لا اللي انت عاوزه. بتقولي مش الفرقه شرقي بس، قلت لها لا دي كله. بنلعب غربي كمان. لا بامبا. بنلعب غربي. لا بامبا. لابامبا؟ ايوه مش من غير غنى عشان وقع مؤمن ما يتخض. حضروني مزيكه لابامبا. لابا لابا لابامبا نينينينو نينو نينيناني. هي دي تمام. يلا عشان منى تعرف امكانياتكم كده. هيعملوها فعلا؟ طب ما تحضروها قولي لي احنا جاهزين. انت عارف كان في واحده في عيلتي بس بسمع عنها بقى، كانت اسمها بامبا زمان. كل العائلات كان فيها حاجه. ماشي كده، حطينا البصل والثوم وعليهم اللحمه. هنحط التوابل اللي احنا اتفقنا عليها اللي هي عباره عن بابريكا والكمون والزعتر. طبعا زي ما انت ملاحظ التوابل بتاعتهم شبه قوي التوابل بتاعتنا، يعني الطعم مش هيبقى غريب على الناس، مش هيبقى مختلف قوي. تمام. اللحمه اصلا معصبه فانا بس كنت ايه بقلبهم مع بعض وكده. خلاص خلص الحشو. تمام. وصفه سهله جدا جدا جدا. دلوقتي بتتعمل ازاي؟ عايزين بقى نلف ال فين الانشيلادا؟ فين العيش؟ عايزه بقى كده شويه. من دول؟ اوكي. عندنا العيش اهو معمول. تمام. العيش المفروض طبعا نكون مغطينه على طول عشان ايه ما ينشفش مننا. هنجيب كام معلقه كده من الحشو. طبعا مش لازم برده لحمه مفرومه، يعني ممكن مثلا الخلطه بتاعه الفايته اللي احنا عملناها دي هي اللي تبقى الحشو، الفراخ كده زي ما هي. ماشي. وهنعمل ايه زي الكانيلوني كده اهو. ماشي. ونلفهم واحده ورا الثانيه ورا الثالثه. هنحط واحده بس. هنحط واحده بس عشان احنا نوري الناس مثال. ماشي. وهنجيب ايه الصلصه اللي احنا عملناها اللي هي صلصه روخه اللي بالطماطم واللي معاها الشطه اللي طحنتها انا في الاول. ايوه الشيف طحنها في الاول. هنحط كده معلقه تحت، وبعدين هنروح حاطين عليها الايه الانشيلادا اسمها انشيلادا، ونروح جايبين جبنه شدر. ها يا وائل خلاص دي واحده مش لينه ولا ايه؟ دي واحده مزنوقين. لا لا دي واحده اطلع لكم. بس وايه ونحطها. اللي عايز بقى في عارف فلفل اسمه هالبينو اللي هو بيبقى ايه فلفل حامي ومخلب. ممكن نقلبه مع الحشوه دي بس هتبقى ايه مشطشطه كده شويه كمان. نعمل بقى السلطه اللي هتقدم جنب الايه الانشيلاده دي. السلطه اللي احنا لسه عاملينها اللي كانت ايه الطماطم مع البصل مع عصير الليمون مع كزبره ناشفه، هنحط عليها افوكادو مهروس. طبعا افوكادو يعني ليه فوائد صحيه كتيره. جدا جدا من كتر ما اكلوني منه مش طايقه. اكلت منه كتير قوي. هو الجزر للاسف. وعشان ما يسودش زي ما حصل كده نحط عليه ايه نعصر عليه ليمونه هتمنع الاكسده. تمام. بس ده يتقدم جنب دي. جنب دي عشان دي بتبقى حراقه. تخش الفرن. تخش الفرن الجبنه تسيح بس على الشوايه دي عشان تبقى حراقه، فدي جنبها ايه تطري كده بقى شويه. اوكي. بس وانا خلص. استني ما نساله. جاهزين؟ طيب انا هطلب دلوقتي طلب. احنا هنلعب مزيكه لابامبا لمده 1 مينيت دقيقه بالظبط، وبعد كده ترجع لي. خلاص يلا يلا 3 2 1 لابامبا. ضايعين فاشلين اصلا. لا ولا فاشلين ولا حاجه، احنا ايه نهزر ون جبتش البندانات دي منين يا اختي؟ دي من امريكا. انت هتقولي من زنقه الستات؟ بقول لك يا اختي من بلدهم من امريكا. عاملين اكل مكسيكي هنجيب من زنقه الستات. على فكره موجوده في زنقه الستات. بس جايه منين؟ من الزنقه بقى. مش عيب يعني، مش عيب لما نحتفل بثقافات الغير، مش حاجه وحشه. دي بقى في بيلبسوها زي البسيان كده. وريني منديل. انا على فكره في المطبخ بشتغل كده بقمط القمطه.
دي لايقه عليها؟ لايقه جدا. الله. مش الاكل مكسيكي؟ نلبس مكسيكي. الله. طلع البتاع من ورا. لا. استاذ هنادى الزناليني هتيجي دلوقتي ايه؟ قصدي الاكل مكسيكي فقلنا نلبس بندرات مكسيكي. Very nice. موافق. تريز اوريجينال. تريز اوريجينال. ما بعرفش اقولها على بعض. يلا شرفتيني ونورتيني وعرفتينا النهارده اكلات مكسيكان تجنن. ارجع لكم في الورشه. النهارده معانا من كرييتيف ايجيبت فنان تشكيلي الفنان محمود مرعي، وعامل لنا حاجات حلوه قوي هنشوفها اكسسوارات منزليه. خليكم معانا لو سمحتوا. 4